خليني اروح لبدايه المشوار. اولا ابتدي من نهايه مشوار السيزون ده اللي عندنا فيه ثلاث جولات متبقيه او ثلاث جولات محتمله، لان محدش عارف ماتش الداخليه، انت احنا بنتكلم عن ماتش كاس، كسبته هتروح للي بعده، لا قدر الله خسرته يبقى مش هتكمل، يبقى السيزون انتهى بالنسبه لي. شايفين تعامل مستر كولر ازاي اللي بدا من مرحله بيراميدز، فكره انه عينيه على موسم جاي صعب جدا جدا جدا، لعيبه الاهلي هتستنزف فيه حرفيا كان الله في عونهم، وده هيبقى ليه علاقه كمان بكلامنا عن سكواد الاهلي، لانك السنه الجايه اعتقد انك ما ينفعش وما يجبش انك يكون عندك اقل من فرقتين. دي حقيقة. 15 و15 يعني مقسومين كده 15 و15، كواليتي انسجام حفظ وقدره على تطبيق فكر مستر كولر عشان تقدر تلعب كل البطولات دي. شايفين ازاي نهايه الموسم ده وايه الحاجات اللي يقدر يعدي بيها مستر كولر الموسم ده باقل خسائر ممكنه على مستوى الاجهاد وعلى مستوى عدد الماتشات، واكتر مكاسب ممكنه على مستوى تجهيز الناس اللي كانت بعيده، اختياراته في العناصر، تحديد احتياجاته في الموسم اللي جاي. هبدا مع مصطفى. شايف طبعا ان هو بدا بدايه اللي هو بدا يريح ال 12 لعيب بتاع المباراه المصري دي خطوه مهمه جدا. اعتقد رغم ان مباراه المصري جماهيريه وطبعا احنا عارفين مباراه المصري طبعا بتبقى برضو ليها اجواء مختلفه. لكن كده هو خلاص اخذ القرار، خلاص الهدف اللي هو كان في يعني عايز يحققه خلاص ما اتحققش، فخلاص عادي جدا ريح اللعيبه عشان يبقوا جاهزين معاه في مباراه الكاس، مباراه الداخليه، لان مباراه الداخليه احنا لو كسبنا مباراه الداخليه هنخش على مباراه قبل النهائي مع نادي انبي، فاعتقد ان هو محتاج كل القوام موجود معاه في مباراه الداخليه. فده رقم واحد هو شايفه اللي هو دي راحه اللعيبه. اعتقد ده مهم جدا. تراهن اكتر على الناشئين ولا تراهن اكتر على الاساسيين في السكواد اللي ما كانوش بيلعبوا؟ بيلعبوا. وهل في حد من الناشئين عينك عليه يا احمد تتمنى تشوفه في ماتش بكره؟ حد من الناشئين يعني زعلوك اعتقد هو لعيب كويس جدا، فاعتقد ان هو ممكن يبقى مكسب للنادي الاهلي لو انا اعتقد ان انا هشوفه بكره في مباراه المصري. هيبقى مكسب للنادي الاهلي، واعتقد هيبقى يعني هيقدم مباراه كبيره. ده في الناشئين. واعتقد ان اللعيبه خلاص يعني لما تبدا برضو تلعب باريحيه، لعيبه اللي هي ما كانتش بتلعب المباراه اللي فاتت اعتقد هتبدا تظهر، زي كريم الدبيسي اعتقد ان هو هيقدم مباراه كبيره، محتاج وقت كريم الدبيسي. القندوسي وكريستو ايضا برضو يعني خلاص الضغوطات اتفكت، فاعتقد برضو ممكن يبقى في مباراه المصري دي تبدا تشوفه. اعتقد اللي هو اخذ مباراه الداخليه، مباراه الداخليه طبعا هي مباراه كاس وكل حاجه، لكن برضو انا شايف ان برضو محتاج يدي اللعيبه دي، لان هيبقى مباراه النهائي وقبل النهائي تبقى اقوى بكتير. وطبعا كل السكواد بتاع النادي الاهلي مع كولر هو من اول ما بدايته مع النادي الاهلي مخلي كل اللعيبه جاهزه، ومخلي اللعيبه كلها عندها استعداد للعب في اي وقت، وده اللي هو بصراحه انا بشوف ان هو خلقه في النادي الاهلي. تخشها زي بلاد، تخشها تحت ضغط المكسب والخساره، يعني في جمهور مستنيك تكسب المصري، واه في جمهور هيزعل لو تعادلت او خسرت المباراه، واه في جمهور هينتقد كولر لو بدا بتشكيل مش اللي هو من وجهه نظره، زي ما حصل يعني او زي ما ده طبيعي جدا على فكره، وما يعني ما يضايقش مفهوم الجمهور زي جمهور نادي الاهلي. لكن فكر فيها انت ازاي، فكر فيها على انه يمكن بريح 12 من الاساسيين، لكن في النهايه هلعب على مكسب، بلعب لعيبه من الناشئين لسه طالعين متصاعدين، بس عايز اشوفهم او عايز اختار منهم. يعني ايه اللي ممكن تكون عايزه من الماتش المصري كمارسيل كولر؟ يعني انا لو في مكان مستر كولر، طبعا في مقوله كانت بتتقال كده زمان، كان يقول لك اعمل الصح. اعمل الصح من وجهه نظري انك تريح القوام الاساسي اللي ممكن كمان يمتد لاكثر من 12 لاعب، وتلعب بلعيبه ما لعبتش كتير الموسم ده من اللعيبه الكبار، زي رامي ربيعه، زي السوليه لو جاهز، زي طبعا القندوسي وكريستو، اللعيبه الكبيره، خالد عبد الفتاح انضم في يناير. يعني كل اللعيبه اللي موجوده من القوام الاساسي وما لعبتش كتير او ما شاركتش كتير، في النهايه يا جماعه دول اسمهم لعيبه نادي اهلي. يعني مختلفين ومميزين عن اي لعيبه اخرى.